الحمد لله تعالى ولي كل نعمة، الصلاة والسلام على سيدنا محمد نبينا نبي الرحمة، رضي الله عن آله وأصحابه الأئمة وارض عنا معهم يا رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ثم قال: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. المرأة يا أيها الأحبة جعل الله تعالى فيها شيئا يحرك في الرجل غريزته، لذلك شرع لها الحجاب. لو أن في الرجل مثل هذا لأمر أيضا بالحجاب هو، ولكن ليس فيه. جعل الله تعالى أنوثة المرأة محركة لغريزة الرجل، لذا طلب سبحانه وتعالى منها زيادة على الرجل أن تحتجب من الرجل. وقلت: لو أن في الرجل مثل ما وجد في المرأة بقدر الله لطلب منه هو أيضا أن يحتجب. تمام. ما دام هذا الأمر فطريا موجودا في المرأة، فإنه يجب علينا أن نسعى كمسلمين أن نحرص أن نبتعد عن معصية الله في عدم التزام بناتنا ونسائنا بالحجاب الشرعي. الحجاب الشرعي له صفات وتفصيلات. أبدأ فأقول: بعض الناس أصلحهم الله يطعن في أصل كلمة الحجاب. قال: كيف يعني؟ يقول: من أين جئتم بكلمة الحجاب؟ هل يوجد في القرآن الكريم كلمة اسمها الحجاب؟ فإن قلنا لا، يقول: إذن هو غير موجود. وهذه عادة ضالين مضلين يستعملون مثل هذا الكلام للطعن في دين الله وثوابت الأمة. كل كلمة لا تبدو بظاهرها بمنطوقها مباشرة في القرآن يقول لك إذن هي غير مطلوبة. طيب في نص الأحاديث وين لفظ الحجاب؟ قلت له بلفظه غير موجود، يقول لك إذن هذا مؤكد انتهى، إذن الحجاب غير مطلوب. ما قدمته من آيات كريمة هو الذي يفيد معنى الحجاب. إيش معنى كلمة حجاب؟ لما أقول بيني وبينك حجاب أي مانع، وهذه المرأة بينها وبين انكشافها مانع، ما هو؟ سميه ما شئت. ما أعجبتك كلمة الحجاب سميه ما شئت. أما أن تقول يحل لها أن تظهر بكل ما هي عليه إلى الرجال فتلك مصيبة. فما أنت صانع بالآيات؟ أعود: إن كان الخلاف حول كلمة الحجاب لا تسميه حجاب، سميه ملابس، ماشي تسميه. ليست الغاية دائما عند العلماء لما يتباحثون يقولون العبرة بالمعنى لا باللفظ، وكانوا يقولون أيضا قاعدة فقهية قديمة يقولون لا مشاحة في الإصطلاح. مشاحة يعني ما بشح أنا وإياك في الكلمة، أنت بتسميها هيك أنا بسميها ما في مشكلة. اللفظ لا مشاحة في الإصطلاح. طيب إن لم يوجد الحجاب ماذا نقول في هذه الآيات؟ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فيأتي هؤلاء يقولوا أدامهم الله فقط، يقولون أصل الجيب عند العرب هو فتحة القميص العليا، هون يعني هذه. وهذا كلام صحيح. قال صحيح؟ إيه صحيح. كلمة الجيب في أصلها يشار إليها إلى الفتحة. إذا قلت جواب فعل جواب يعني فتح. فالجيب اللي الله بنقول له الجيب، لما سمي جيبان الله؟ لأنه مفتوح نضع يدنا فيه. فالجيوب وليضربن بخمرهن على جيوبهن
أصلها هذه الفتحة في أعلى القميص يعني أعلى الثوب. طيب فأصل معنى الآية وليغطين على رؤوسهم بما يستر أعناقهن وصدرهن. كانت نساء الجاهلية يخرجن كالرجال مفتوح يفتحن هذه الفتحة الجيب فتبدو صدورهن منه وتبدو أعناقهن منه رأت وصدره تبين. فقال وليضربن بخمرهن. ما الخمار؟ لحد الآن نستعمله غطاء الفخذ غطاء الرأس. هذا أيضا معلوم عند العرب. هو سيناقشك فيقول هي تغطي رقبتها وصدرها. طيب الخمر على ما دمت أنت تناقش بكلام العرب، الخمار ما هو؟ واضح أيضا هو غطاء الرأس. فإذا هي تغطي رأسها، تغطي رقبتها، تغطي صدرها. جميل، هذا كله لا تسميه حجابا، سميه شيئا آخر وغطي زوجتك على سبيل. طيب هذا جزء. الآية الأخرى تقول يدنين عليهن من جلابيبهن. أيضا ما الجلباب عند العرب؟ هو الثوب الواسع الفضفاض. وأيضا لازمنا إلى فترة قريبة نسائنا الملتزمات قل لك ليس جلباب. تمام، هذا المعنى قديم حديث. الجلباب هو الثوب الفضفاض العريض الساتر للجسم عند العرب. تمام، إذا هذا أيضا لا تسمي حجابا وسمي شيئا آخر كما تشاء. فلتستر نفسها بثوب عريض سابغ وسميه ما شئت. بناء على هذا الكلام، ما دامت تستر شعرها تستر صدرها تستر عنقها وتلبس ثوبا فضفاضا، إذا فلنذكر ما لا يصح ونعرف بعدها تلقائيا ما يصح. لما تلبس المرأة بنطالا ضيقا هذا لا يصح، أين الجلباب فيه؟ لما تضع المرأة ثوبا على غطاء على رأسها يكشف عنقها، الله بيقول اسمعوا فرنسي لهون يعني تضبطه، وعنقها مكشوف هذا ليس حجابا شرعيا. لما تلبس قميصا وتشمر الكم إلى هنا هذا ليس حجابا شرعيا. كثير من بناتنا الطالبات ومن الجامعات وخواتنا الموظفات وغيرهم 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 يفعلن هذا. البنطال الضيق ليس حجابا. قال لبس فوقه بالعامي جاكيت، لوين محل الجاكيت؟ للركبة وتحت الركبة. حجم جسمه بيّن؟ قال طبعا، ولبس البنطال تحته بيّن. ايش معنى الحجم؟ يعني تبين بين قوسين بالتعبير العامي، خينة سمينة لضعيفة. طبعا ضعيف اللغة العربية لا يطلق على الإنسان، إنما يقال نحيف. نعم، فبين سمينة لضعيفة. قال ليش هذا إيش؟ وهذا لازم تستر به. قال إيه في إيش؟ المرأة السمينة كيف تغطي نفسها؟ القاعدة يا أخي الكريم في السمينة في النحيفة أن يكون ثوبها عريضا سابغا، عريضا سابغا. فالجاكيت ليس حجابا يا أختي الكريمة لو وصلك كلامي هذا. يا أخي الكريم، يا زوجها، يا أخاها، يا أباها، لما ابنتك الكريمة وفقها الله ووفقنا جميعا للخير تخرج بهذا الشكل إلى الشارع هذا ليس حجابا شرعيا. المؤلم أن عددا من الإخوة الكرام من المحافظين على الصلوات وقراءة القرآن والأذكار والأدعية متهاونون بالمقابل جدا في موضوع حجاب نسائي. هو إنسان ملتزم بالأخلاق والأذكار والأدعية والصلوات والمساجد وزوجته، ما أقول بعض الناس يفهم أن هذا هجوم وأنني حاشا لله، بالله عليك افهم ما نقول، أنني أهاجم هذه المرأة فمثلا قد أطعن، حاشا لله أطعن فيها وفي شرفها وفي عفتها. نحن نتحدث عما يرضي الله، بمعنى لو ذكرنا هذه سنة هذه فريضة في أي عمل نقوم فيه في الصلاة في الصيام لنلتزم به، وليس لأن من لم يقم به فهو فاجر فاسق أبدا. المرأة المسلمة تحرص وكذلك زوجها على أن تكون هيئتها ترضي الله تعالى.
خروجها بغير الهيئة التي ترضي الله تعالى فيها ذنب متعد. قال يعني من الذنوب ذنب قاصر ومن الذنوب ذنب متعد. الذنب القاصر، فلو فرضنا أنني لم أصلي وقتا من الأوقات، هل هذا ينعكس على جاري وأخي؟ لا، إن شاء الله خاصة فيه. عصيت الله وفعلت فعلا من الكبائر، ولكن علي انعكاس هذا الأمر عليها. أما المرأة أختنا المسلمة لما تخرج بثوب قد يغري من ينظر إليها، هذا الفعل قاصر أم متعدد؟ متعدد. بالتالي أثمت وأثم من نظر إليها، وأثم من كان مسؤولا عنها من أب أو زوج أو أخ ولم يأمر. الدائرة كل صافية مصيبة وطاعي. الدائرة كل أثمت يعني أوقعت في الإثم نفسها ومن نظر إليها ومن لم يأمرها من أب وأخ ومسؤول عنها. كل هؤلاء وقعوا في الإثم بسببها. والله الزام كبير، الزام والله الزام خطير. لماذا لا أرى تقدما فيه؟ أرى تراجعا فيه. لماذا لا أرى؟ والله أيضا مؤلم. كل سنة نرى تراجعا في الحجاب لا تقدما فيه، وأنتم تشاهدون كلنا نرى. لن أقول كما قال بعض الإخوة هذا واقع مؤلم. أي نعم، مو بس الحجاب، وعند أرجل نص الشارع. حسبي الله مما جرى. ولكن أين نحن يا أيها المسلمون؟ والله أين نحن؟ أين نحن؟ الأصبار على وجهها. طيب هذه مما أذن الله به؟ الأصبار على وجهها، هذه يأذن الله تعالى بها؟ لا والله، لا والله. طيب اللون الجاذب للنظر، أحيانا أخت كريمة قد تلبس ثوبا طويلا، سميه جلباب، مانطوي، إيش بتريد سميه، ثوب طويل لا تحت الركبه لا أسفل الرجلين، لكن لونه أحمر. طيب الأحمر يجلب النظر يا أختي الكريمة، يجلب النظر، يلفت. لو رجل لبسه قد يلتفت الإنسان إليه ينظر إليه. فكيف بالمرأة؟ وأول ما بدأت قلت المرأة تختلف عن الرجل، أن الله ركب في الرجل حب النظر إليها غير هي بالنسبة له. فأنت تلفتين النظر ولو كان ثوبك فضفاء. إذا بدأت فقلت في شروط في ثوب المرأة، أن يكون فضفاضا، أن لا يجلب الأنظار، أن لا يكون متعطرا، أن لا يكون ضيقا يضيق يكشف الجسم. ورد في حديث إسناده ضعيف لكنه وارد، أن السيدة فاطمة رضي الله عنها لما شعرت بذنوب أجلها سألت نساءها يعني أقاربها وكذا، قالت من منكن يعرف شيئا يسترني إذا مت؟ قال شو؟ هي ميتة تحسب حسبة، إنه حدا يشوفها وهي من شارع النعش يا جماعة، من شارع النعش على القبر ميتة خالص الله يرضى عنها، عم تحسب حسبة بدها شيء يسترها. الله ربي ولا تشرك به أحد. ما الذي حل بنا؟ والله حل بنا مصائب أصعب من كل ما نتحدث عنه ليل نهار. نحن نتحدث ليل نهار عن غلاء والغلاء، وهل مصيبة مثل هذه وأمثالها؟ ماذا فعلنا لذلك؟ وأعود فأقول نحتاج إلى يعني تنشير في أنفسنا في هذه القضية. يا زوجتي يا بنت الحلال، هذا الحجاب ما برضي الله، يا ابنتي هذا لا يرضي الله، من الآن فصاعدا سنتغير. المهم سألت فأجابت السيدة أسماء بنت عميس رضي الله عنه. السيدة أسماء كانت زوجة جعفر رضي الله عنه، جعفر استشهد قبل ذلك، تعرفون استشهاده في غزوة قبل. فقالت لها أنا رأيت بأرض الحبشة لما كنت مع جعفر النساء إذا متن يضعن فوقهن ثوبا يسمونه النعش، حطوا غطا كبير فما بين جسم المرأة وقت الشيء. طبعا في ذلك العصر كانوا يحملون الانسان مكشوفا بالاغلب، يعني ما يحطوا غطا طابقه فوق النعش، تمام الفكره. فبالتالي اذا كانت امراه قد يظهر هي مكفنه لكن يظهر شكل جسمها. بعد فكر بهذا
قالت رأيت بأرض حبشة لما كنت مع جعفر النعش. قالت جزاك الله خيرا فاجعليه إذا مت سويه يا زمتك. فلما ماتت السيدة فاطمة رضي الله عنها بعد 6 أشهر من وفاة سيدنا رسول الله كانت أول من وضع لها النعش. الله لحد الآن والناس جوا في القبر تنتبهوا، بعض الإخوة بيضع فوق الحرام أو المنشفة أو كذا أو كذا، هذا أصلهم من فعل السيدة فاطمة. وما دامت هي مسكورة ومكفنة لا إثم في هذا. رغم ذلك سيدة عائشة والسيدة فاطمة تفكر في هذا. فبالله عليك يا أيها المسلم، ألا أفكر أنا وأنت وأختي وابنتي بهذا حتى لا يكون ذنبنا متعديا نأثم به كلنا؟ هذا الأمر بحاجة لمراجعتنا جميعا، أن نبادر إليه لعلنا نحن كجماعة أو أفراد أو كذا إذا تغيرنا يعين الله غيرنا على التغير للأحسن. اللهم احفظ أعراضنا ونساءنا وشبابنا وأنفسنا